يعني ربنا يا رب يحمينا جميعا. قول لي انت يا بطل بقى، عملت ايه في البطولة دي؟ عشان انت كنت معايا هنا قبل ما تسافروا على طول وكنت متفائل، احكي لي كده التفاصيل اللي حصلت. ايه الكلمة معاك؟ والله هو في البداية انا عايز اقول يعني اللعب في اجواء افريقية صعبة جدا، واحنا كنا طول عمرنا بنسمع ده. فلما رحنا شفنا الاجواء فعلا من البداية. اولا احنا بنلعب على ارتفاع سطح البحر 1200 متر، فموضوع الاكسجين فيه قليل جدا. كانت مجموعتنا غانا ونيجيريا، وكان الاتحاد الدولي بيقول اي دولتين هيتحط مع الدولتين اللي رايحين يعني هيبقوا مجرد سكور، لان الناس دي هتصعد. غانا ونيجيريا طبعا، غانا وظيفه البطوله اللي فاتت، وهي بالمناسبه خدت بطوله امم افريقيا السنه دي. فمصر ما كانش معمول حسابها خالص في التوقيت ده، لان احنا في التوقيت ده رايحين ولا عندنا ماتش في اجنده دوليه ودي، ولا عندنا بطوله محليه، على عكس الفرقتين اللي رايحين جداد زينا، المغرب ودندبار. الاثنين اوريدي عندهم دوري وبينافسوا. مصر ما كانش عندها او الى الان يعني مش عندها دوري محلي خالص، ولا حتى ماتش دولي، عشان طبعا حضرتك عارف الخبره الدوليه دي بتفرق طبعا. فلما رحنا في بدايه الماتش طبعا احنا كنا بنلعب اجواء صعبه طبعا جدا جدا، لان الجو هناك استوائي. يوم ماتش غانا قبلها بيوم كان المفروض البيجينينج الماتش الافتتاح، ما الماتش اتلغى بسبب الاحوال الجويه. تاني يوم كنا لازم نلعب عشان طبعا البطوله ليها وقت محدد. فروحنا الماتش بتاع غانا، كنا ماشيين معاهم سجال والناس مش مصدقه. انا عايز اتكلم بس في نقطه تحديدا، ان اللعب الدولي صعب جدا جدا، وخصوصا لما انت بتكون شايل اسم مصر، ده بيفرق طبعا. لما دخلنا التيم ولعبنا الماتش، طبعا كل الناس كانت نازله الاستاد ومخطوفه برضو، ما عندهاش الخبره الدوليه زي لعبتنا مثلا. فالطبيعي ان هو لازم يسرح في اللي حواليه. انا قلت لهم حاجه واحده، قلت لهم احنا جايين هنا بنمثل بلدنا، مثل اخوك وابن عمك، ما تقلش عن اي حد بيدافع عن شرف البلد دي. اللي قدامك دول زيهم زينا، امسك كوره اول دقيقه هتلاقي نفسك بتسحب البساط من تحتهم، انت اللي بتقف عليه. هم اوريدي عندهم ثقه في نفسهم لانهم عندهم الخبره الدوليه، عندهم 8 محترفين، فالموضوع بالنسبه لهم بروفيشنال حتى الجهاز الفني. فانا لما لقيت لعيبتي مهزوزه، احنا عندنا الامكانيات، فلما لقيت لعيبتي مهزوزه اشتغلت شويه على العامل النفسي في مجرد دقيقه. طبعا الشوط الثاني، الشوط الاول احنا حاطين كورتين في العارضه وكوره جنب القايم، كوره حارس مطلعها، فالناس ما بقتش مصدقه ان ده الفريق اللي ما عندوش ولا بطوله محليه ولا عمره لعب ماتش ودي حتى. ازاي ده بيعمل كده مع غانا اللي بتتعب تركيا وبتتعب انجلترا؟ الله. فلما رحنا الشوط الثاني السيولي ابتدت تنزل. طبعا الملعب ما اقدرش اقول لحضرتك على جمال ملاعب افريقيا، والله يكون في عونكم. طبعا. الناس بتاعتنا كانت رجاله بصراحه، قوي قوي قوي، انا بشكرهم. طبعا الماتش اتسرق مننا، لان هم عندهم خبره اللعب الدولي وعندهم خبره اللعب في الاجواء دي. صح. استاذ كريم، اليوم ده النطره كانت بتنطر الساعه 5 الصبح او 6 الصبح، لان احنا كنا في التوقيت ده بنصحى من 6 الصبح لبعد انتهاء الماتش الساعه 8. مطر سيول مش طبيعيه. عدينا من الماتش ده وابتدينا نصحح اخطائنا، وقلنا خلاص هي خطوه، وكان في عوامل ظروف وعوامل كتيره ادت ان احنا طلعنا من الماتش بالسكور ده. طب هنخش ماتش نيجيريا، طب نيجيريا فرقه تقيله، هنتارجت نفسنا، هنشتغل على نفسنا، هنقفل من ورا وهنبتدي نطلع من ورا عن طريق كابتن محمود، لان هي دي التكتيك اللي هو بيلعب بيها. احنا بنعرض صور وانت بتتكلم كمل. فابتدينا نشتغل. الحمد لله قدرنا نتعداهم، والحمد لله صعدنا لدور الثمانيه في مفاجاه ما حدش متوقعها، ان مصر تصعد على المجموعه دي مع غانا ونيجيريا ما تصعدش. مين الناس دي؟ فالاتحاد الدولي طلب الهيستوري بتاع الاتحاد بتاعنا. مفيش. لا احنا في عندنا لجنه منبثقه بس. الناس دي عندها لجنه؟ وبيشتغلوا ازاي؟ مفيش دوري محلي. هم واخدين اكسبشن عشان اسم بلدنا كبير. اوكي. فلازم تحط في الاتحاد الافريقي. تمام. لما دخلنا في الادوار في دور الثمانيه، طبعا احنا بنلعب نصيبنا الحمد لله ان احنا يمكن ده نصيبنا عشان ناخد خبره دوليه اكبر. وقعنا مع انجولا بطل العالم طبعا، النسخه الاخيره من كاس العالم والنسخه الاخيره من كاس افريقيا. بنلعب فريق زي ما بيقول الكتاب. حتى الناس دخلتها هم اذكياء جدا، تحركاتهم تصرفاتهم كلهم تحس ان هم عندهم ميكانيزم بيكملوا بعض، فهم فارضين شخصيتهم على اي فريق بيخش. هم منظمين جدا في دخلتهم في خارجتهم في كل حاجه.
في كل حاجه. فهم زي ما بيقولوا ايه، انا قريتها بسرعه، بيبعتوا زي رسالة، زي رساله التهديد. حتى في الاحماءات طريقتهم منظمه، الديفندرات بتشتغل مع بعض، المدافعين بتشتغل مع بعض، المهاجمين بتشتغل مع بعض، الحراس بتشتغل مع بعض، كل واحد عارف شغله، الوحده شغاله كلها، والكابتن بتاعهم واقف ومساعد المدير الفني واقف. قلت لهم ما تبصوش الناحيه الثانيه، خليكم معانا، احنا النهارده هنلعب الفريق ده، الفريق ده بطل العالم. انا مش طالب منكم حاجه، انا بشكركم جدا ان احنا وصلنا لغايه هنا، لانه ده شرف كبير لينا. هيتحسب في يوم من الايام ان احنا ما كانش عندنا بطوله محليه ووصلنا لغايه هنا وبنلعب بطل العالم. انا مش طالب منكم اي حاجه، طالب منكم ان كل واحد يلعب بطريقته. استمتع. استمتع. صح. وصل نفسك ان انت تستمتع والعب السهل.